السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة سالم سعد. اليوم سوف نتعلم في سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 22 بعض المفاهيم الجديدة وأيضا الأوامر الجديدة. اليوم قبل أن نبدأ بكل شيء نبدأ في مقدمة جميلة بأن أوامر نظام لينكس لا تحفظ ولكن تفهم، والفهم سوف يذكرك فيه الأمر وليس الفهم. تعلم واخطأ وافهم لكي تتذكر. وحب أن أشكر لمن شاهد وشارك سلسلة تعلم نظام لينكس، شكرا لكم. الآن نفهم مفاهيم جديدة مع SCDN و SCDOut و SCDEO. الآن SCDN تعني Standard Input ويعني الإدخال القياسي، Sometimes called Stream 0 أي بعض الأحيان نقولها Stream 0 أو Stream 0. SCD Out تعني Standard Output أي الإخراج القياسي، وفي بعض الأحيان نقولها أيضا في Stream 1 أو 1. و SCD ERR Standard Error نقولها أيضا في Stream 2 أو Stream 2. الآن نقوم بإغلاقها ونتعلم طريقة عليها. طيب الآن هنا equals سنوسات shell، هنا نقوم بعمل انتر، قام بطباعة الامر. هنا قمنا بإعطاء امر طباعة وقمنا بإعطاء اسم وقام بطباعتي، اي قام بطباعتي لان امر ولم يقم بطباعتي على الترمينال. سوف نوضح الفكرة قريبا ان شاء الله. هنا يعتبر standard output او الاخراج القياسي. الان نقوم في عمل ls، كما تشاهدون هنا ايضا standard output لان قام باخراجه من خلال الامر، هنا بتنفيذ امر معين. هنا ان اخطأنا مثلا m.d ليس لدينا هذا الملف، هنا خطأ لدينا standard error او الخطأ القياسي. هنا الان سوف نتعرف عن standard input أو الإدخال القياسي، نقوم بعمل clear. هنا الآن نقوم بعمل T، هنا نقوم بإدخال أي شيء سيرمنت وإنتر. هنا قام بطباعتي على الترمينال، بدأ هنا بإدخال سيرمنت الأول. هنا بعد أن قام بطباعتي على الترمينال يعتبر standard input أو الإدخال القياسي سعد مثلا. هنا أيضا قمنا بكتابة سعد في البداية وقام بطباعته على الترمينال، أي يعتبر الستاندرد انبوت او الادخال القياسي. الان كذلك كما تشاهدون سرمت صار هنا انتر، قام بطباعته عن الترمينال. هنا قمنا بادخاله وقام بطباعته في اثر. الان لدينا مثلا امر انر، اعتذر لاخرج من هذا كنترول سي، وثم لدينا امر nf مثلا. هنا نقوم في ادخال اي شيء يقوم بالتقييم وطباعته على الترمينال، يعتبر ايضا standard input اي فقط نقوم في ادخال واخراج الشيء على الترمينال. هنا ايضا لدينا مثلا امر tr، tr كذلك tr يقوم في استبدال الأحرف. كما تشاهدون هنا قمنا بتحديد الأحرف من A إلى Z بشكل كابيتال، وهنا A إلى Z ليقوم في تحريفه في تحويلهم إلى أصمل أو أحرف أصغر. هنا نقوم بإدخالهم بشكل كابيتال سرمت، كما تشاهدون هنا أحرف صغيرة وهنا أحرف كابيتال وهنا سعد. الآن انتبه، كما تشاهدون الأحرف جميعها أصبحت صغيرة والصغيرة لم تتحول إلى الكبيرة، وهنا أيضا يعتبر standard input. وأسعد من تعطوني أوامر أخرى في عبر التعليقات أو تساعدوا الأشخاص الآخرين الذين يقومون في قراءة التعليق عبر standard input أو standard output، تعطونا أوامر أخرى. والآن نقوم بالخروج منها. الآن نقوم بتحديد ملف لدينا، نقوم بعمل ls، كما اتفقنا هنا الإخراج القياسي أو standard output لدينا ملف مثلا. هنا نقوم في عمل echo ونقل النص إلى الملف، إلى الملف هنا قام في نقل النص إلى الملف t. نقوم في عمل cat إلى ملف t
ونشر. الآن كما تشاهدون قام في طباعة النص. بعد أن قمنا بتنفيذ الأمر قام بطباعة النص، وهنا أيضا Standard Output أو الإخراج القياسي قمنا في طباعته في البداية، وقمنا بإخراجه أيضا هنا Standard Output. الآن Clear. الآن لنقوم بعدد الملف، نرغب بطباعة هذا الملف مع عدد كي هنا الإضافات، نقوم في عمل فايف أو استخدام فايف فور ثم إن أعتذر هنا إن إل. هنا كما تشاهدون قام بترقيم الملف، والعملية هنا تفيدنا إن كان الملف طويل مثلا ونرغب بقراءته بشكل مرتب ومرقم. أيضا فقط نقوم بعمل كات والملف وثم فايف إن إل. الآن تعلمنا عن أمر كي أب، هنا نتعلم طريقة أخرى وهي مثلا في الملف هنا يقوم في إدخال في عبر ملف، هنا نقوم في كتابة سهم space www، هنا نقوم في الخروج عبر Ctrl C أيضا، والآن نقوم بعمل كات للكيب والإن. كما تشاهدون لم يقوم بإضافة أي شيء لأننا لم نستخدم الإيكو أو الكات لطباعة الملف. مثلا هنا الكات هنا فقط لطباعة الملف. أولا نقوم بإستخدام إيكو، وهنا الآن كما تشاهدون قام في إدخال هذا النص ولم يقوم في طباعته. الآن نقوم بعمل كات، الآن كما تشاهدون قام في إدخال هذا النص. نود من تحويل حروف كابيتال وإدخالها إلى الملف كيف نعمل ذلك، ولكن لنجرب الآن TR نقوم بإضافة هذه العلامة Left Arrow وثم الملف T هنا لإخراجه. الآن بعد أن عدنا لكم في الفيديو كما تشاهدون عندما استخدمنا Left Arrow أو السهم الأيسر يقوم في تحويل النص. كما تشاهدون النص كان بشكل كابيتال أو حرف كبير وتم تحويله. الآن نود هذا النص بإدخال نص جديد إليه بحرف كابيتال ساعات بير. هنا كما تشاهدون هذا هو النص. الآن لم يقوم بإدخاله، لماذا؟ هنا خطأ ليس في النص. لحظة نقف هنا في الحلقات لكي تقوم في تطبيق الخطأ، نقوم في عمل سرمت ثم انتر. الآن نقوم في إدخال النص أيضا هنا إلى هنا. إلى هنا يعتبر Standard Output لأن قمنا فقط في تنفيذ أمر معين. هنا Ctrl C. الآن نقوم في عمل كات دي للملف. كما تشاهدون هذا النص بالكابي، نقوم في تحويلهم كما تعلمنا هكذا، نقوم في تحويلهم ترد للتحويل النص والكي هو الملف. وللملاحظة نقوم باستخدام Left Arrow وننصحكم أن تقوموا في تطبيق الخطأ معنا لكي نتعلم سويا. الآن هذا النص سوف نود نقله إلى المجلد آخر. الآن نقوم في عمل مجلد، نقوم في عمل مجلد جديد Dutch R أو بدونها Dutch R. هنا بتكرار الأمر هذا كما تشاهدون هذا هو الإخراج. الآن هنا نقوم باستخدام Right Arrow أو السهم الأيمن هنا Right Arrow و Left Arrow. هنا نقوم بكتابة الملف، هنا الملف الذي قمنا بإنشائه ومسمى بـ R وإنتر. الآن قام بنقل أو لا، هنا نقوم بتحليل الكود. والشيء الجميل هنا، شيء جميل أن تقوم في تحليل الكود أو فهم بنية الكود أو لماذا كتب هكذا أو إلى آخره. هنا تي R الأحرف الكابيتال من A إلى Z يقوم بتحويلهم إلى أي إلى Z بشكل صغير. أو هنا Left Arrow، Left Arrow تعني قم بإدخال هذا النص إلى الملف، أي قم بتطبيق هذا الأمر على الملف T. للآن تمام واتضح لدينا الأمر.
بعد أن قمت بتطبيق هذا الأمر في ملفتي، نقم هنا باستخدام رايت أرو، نخبره قم بطباعة هذا النص في الـ R. الآن نقوم في عمل كات R. الآن كما تشاهدون قامت في طباعة النص بأحرف صغيرة، وأتي إلى الملف ذو الأحرف الكبيرة كما تشاهدون هنا، واو الفرق. الآن نتعلم طريقة إضافة نص جديد، كيف أي عبر هذا الأمر. أيضا نقوم بإضافة نص جديد، أولا نقوم بإضافة أمر إلى T أو نص إلى T، write a row T. هنا نقوم في كتابة النص الجديد في حرف كبير وحرف صغير، وثم لدينا O وأيضا أقواس مثلا، والآن نخرج عبر Ctrl C. الآن نقوم في إضافة هذا النص. بعد أن نقوم في تطبيق هذه العملية عليه، نقوم في إضافته إلى الـ R. وهنا ماذا نفعل؟ بعد أن قمنا في تحليل الكود أول أمر Command، نقوم في إضافة دبل أرو إلى التعديل على الملف وإضافة هذا النص. الآن هنا قام بإضافة النص للتأكد وترقيم الأصل. أيضا نقوم في عمل NL. هنا انت كما تشاهدون تم إضافة الأرقام للترقيم السطور والأسطر جميعها صغيرة الحجم. ومع السلامة، نلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله، وأتمنى بأن استمتعتوا في هذا الحلقة، ونعتذر لأن تأخرنا في هذه الحلقة إن شاء الله، وسوف نحاول تقصيرها إن شاء الله. مع السلامة.